أحداث السيدة اللي تم تعريفها من ملابسها، وهنا محامي المتهمين عاوز من حقه الرد. أستاذ إسماعيل سيد المحامي، أستاذ إسماعيل أهلا بيك. أهلا، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أستاذ إسماعيل. ازيك يا أستاذ وائل؟ أهلا بيك، أهلا وسهلا. أهلا بحضرتك. كنت عاوز تعقب، اتفضل اتفضل أستاذ إسماعيل. لا كان فعلا عايز أعقب، لأن في حاجات يعني إحنا المفروض يعني في قضية زي كده النيابة العامة مشكورة طبعا، وهي الأمينة على الدعوة العمومية، إن هي حققت القضية بالكامل، سمعت فيها أقوال الشهود اللي قالت عليهم السيدة سعاد. وطبعا إحنا أولا قبل ما نتكلم في مسألة القضية، أولا بنرفض تماما أي تعرض لأي سيدة في مصر، سواء باللفظ أو بالقول أو بأي فعل، أي فعل يخدش حياة أي سيدة من سيدات مصر. أنا واثق في كده يا أستاذ إسماعيل، واثق في كده طبعا. أولا أمي وأختي وزوجتي وبنتي، طبيعي إن أنا لازم أبقى خايف عليها قبل كل شيء. الحاجة الثانية، أنا عندي واقعة معينة، الواقعة دي طبعا السيد رئيس الجمهورية طبعا اعتذر للست دي على أساس إن هي سيدة مصرية، بغض النظر بقى إن هي مسلمة أو مسيحية، الواقعة ملاش علاقة بمسألة الفتنة الطائفية اللي احنا في ناس عايزة تدخلنا فيها بأي شكل من الأشكال، وده أمر غير مقبول. طبعا احنا المفروض نحافظ على نسيج هذا الوطن. احنا عايشين في وطن في كل الدول اللي حوالينا تأكلت او تكاد تكون، ما فيش دول اصلا ولا اشبه دول حتى. النهاردة مصر الدولة الوحيدة اللي هي في الوطن العربي اللي قاعدة، والنهاردة في ناس لسه بتتكلم في مسألة الفتنة الطائفية وعايزة تدخل البلد في نفق مظلم، اللي هو نفق الفتنة الطائفية. اولا زي ما حضرتك قبل ما انا ادخل مع حضرتك كان معك الشيخ المسلم اللي راح عرف في عرس مسيحية، وده ده بيقول ايه، اصلا عندنا كده في الصعيد، والمنيا دي من صعيد مصر، يعني ما بتختلفش تماما عن الشيخ اللي هو راح قرى هناك ده. اولا احنا ما عندناش فتنة طائفية لا في المنيا ولا في غير المنيا. المسألة دي واقعة جنائية حدثت بالفعل، ماشي، ان في علاقة اللي هي علاقة وقعة الزنا اللي هي النيابة العامة نزلتها، وقعة زنا ما بين عطية، دانيال عطية ونجوى اللي هي زوجة نظير المتهم في قضية السيدة القرن زي ما هي معروفة اعلاميا. الواقعة دي واقعة جنائية، النيابة العامة حققتها تماما. اللي حاصل واحيلت للمحكمة، حيلت للمحكمة. ايضا هتك عرض السيدة سعاد بتعريتها من ملابسها. انا هرد على حضرتك يا استاذ وائل بعد اذن حضرتك. اتفضل. انا النهارده الواقعه اللي احيلت واقعه الزنا، الواقعه اللي احيلت واقعه الزنا، واقعه التعريه حفظت او النيابه العامه امرت بألا وجه لاقامه الدعوه الجنائيه فيها لعدم كفايه الدليل، لان النيابه العامه حققتها تحقيق كافي ورات انه لا ليس هناك وجه لاقامه الدعوه الجنائيه فيها، خاصة انها استمعت فيها شهود الاثبات اللي هي استشهدت بيهم السيدة سعاد، يعني اللي هي استشهدت بيهم السيدة سعاد، واستمعت فيها لاقوال السيدة سعاد نفسها، وان السيدة سعاد في الواقعة دي قالت اشياء ما لا يستطيع العقل ان يتقبلها على الاطلاق، زي ما قالت ان هم جروها وهي عريانة خالص مدة مسافة 8 متر في الشارع وما حصلش فيها خدش ولا اي اصابه، ولم يحدث بها اي اصابه، وان هم مزقوا لها ملابسها بقوه وشدوها من فكها بقوه. يا استاذ اسماعيل، بس انا مش عايز اعيد انتاج القضيه. طيب انا مش بعيد. لماذا قدم رئيس الجمهوريه اعتذارا؟ لماذا قدم المجتمع كله اعتذارا؟ يعني المجتمع كله كان بيعتذر لهذه السيده. انا هقول لحضرتك حاجه، انت عايز تقول في النهايه ان السيده خدعتنا، عايز تقول ان السيده سعاد خدعت الدولة وخدعت رئيس الدولة وخدعت الأجهزة السيادية والأمنية. أنا مش بقول لحضرتك وخدعت الجميع. أنا بقول ولم يتم تعريتها من ملابسها. أنا بقول لحضرتك النيابة العامة هي الأمينة على الدعوة العمومية، وهي من قالت أن الواقعة مكذوبة. عشان كده أنا تساءلت، يعني ما أنا عشان كده مش أنا اللي بقول حضرتك، لأن أنا ماليش إن أقول. أنا محامي بدافع عن قضيتي،
كأي قضية موجودة عندي ماشي لازم أدافع عليها، لازم أدافع عنها وأجيب الدليل على عدم صدق هذه الواقعة زي ما الست قالت بالحق. طيب يبقى إذا أنت بتقول النيابة أثبتت أن الواقعة ليست صحيحة يعني، طيب أليس من حقي، خليني بس، أليس من حقي أن أتساءل كيف قدم رئيس الجمهورية اعتذارا عن واقعة لم تحدث؟ أنا هقول لحضرتك يعني رئيس الجمهورية لكي يعتذر بهذا الشكل لازم الأجهزة المعلوماتية والأمنية والسيادية بتقدم له معلومات انه الواقعة، بالاضافة كل ان المجتمع قدم اعتذارا قبل رئيس الجمهورية يعني، والواقعة خجلة منها الجميع يعني. يا استاذ وائل، يا استاذ وائل، الواقعة دي انا اسمعها اول ما اسمعها من اي حد اقدم اعتذارا، لكن كان لابد ان ينتظر للانتهاء من التحقيق. طبيعي ان السيد رئيس الجمهورية يعتذر لان دي ست، انا قلت لحضرتك في البداية دي ست، دي امي، دي اختي، دي زوجتي، دي بنتي. اي ست تيجي تقول انا حصل معايا كذا انا اعتذر لها، انتوا بتطلعوا الست بتكذب في النهايه وانها انا احقق الواقعه وبعد كده انا اعتذر ونحقق الواقعه ونشوف هل الكلام ده صحيح او الكلام ده غير صحيح. احنا مش بنطلع حضرتك الكلام، لو احنا بنطلع احنا مش نيابه عامه عشان نطلع، احنا بنقول الست من اقوالها قالت كذا، الست من اقوالها قالت ان انا جرجروني 8 متر على ارض فيها خرط وحص، والناس الفلاحين عارفين يعني ايه ارض فيها خرط وحص، وبتقول وانا مش لابس اي شيء من ملابسي وما فيش اي اصابه. لا انا عشان انت بتجيب اعترافات السيده في النيابه فخليني ما يهمش يعني، لازم هرجع للدكتور ايهاب رمزي لان هو اللي كان حاضر معاه، بس خليني قبل ده، قبل ده يا استاذ اسماعيل، ما انا هنا من حق ان انا يعني هقعد اسال يا مثبت العقل يعني، المجتمع اعتذر والمؤسسات الدولة اعتذرت، المؤسسات الدينية الرسمية اعتذرت، رئيس الجمهورية اعتذر، بعد كده نقول للناس انه السيدة كانت بتكذب ولم تتعرى من ملابسها؟ يعني هي الواقعة مش متعلقة، الواقعة يعني شاهدها الجميع في القرية يعني. احنا بنتحدث في مسألة القانون، المسألة القانونية اللي حصلت ماشي، والتحقيق اللي تم، ولا بنتحدث ان احنا عايزين اعتبارات معينه. طيب عشان كده، عشان كده يا سيدي انا بقول لك نحن نحترم، لابد احترام احكام القضاء، نحترم قرار النيابه واحكام القضاء، النيابه العامه دي، لكن لان القضيه مجتمعيه من حقنا ان نتساءل يعني. طبعا. بص يا استاذ وائل، اولا انا النهارده هاجي اقول لحضرتك الاستاذ وائل ده سبينه وقذفنا على التلفزيون، نجيب الحلقه ونشوف هل الاستاذ وائل بالفعل شتم الاستاذ اسماعيل على التلفزيون ولا ما شتموش في المداخله اللي عملها. بس هو ده اللي بيحصل. طيب حضرتك. ما هو ال 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 انا طب قالت استشهدت بزوجها، حضرتك لو قريت اقوال الزوج في التحقيقات مهزله مهزله بكل المقاييس. اولا انا لما شفتش هو الدكتور ايهاب ده قال بس قال انا سمعت المشهد لكن ما شافش يعني. يا سيد الفاضل، ده مشهد يشاهد ولا يسمع. يعني انا النهارده انا بقول انا دي ست اتجرت في الشارع، انا ازاي سمعت انها اتجرت وانا ما شفتهاش؟ ده يبقى كده المجتمع تعاطف على لا شيء يعني، رئيس الجمهوريه اعتذر على حكايه وهميه. انا عايزك ترجع بالاحداث يعني، لما تبقى السيده سعاد اللي هي الضحيه دي تستطيع انها تخدع الجميع كده. السيده سعاد تقدمت بالشكوى بعد ست ايام، بعد ست ايام كامله. الاستاذ ايهاب رمزي بيقول السيده سعاد مش قادره ترجع القريه، بالعكس ده مرحبا بها، اهلا وسهلا بها في اي قريه من قرى صعيد مصر. ما حدش يقدر يمنعها من انها تدخل قريتها، مستحيل. القريه دي يا استاذ وائل فيها 13000 نسمه، 13000 ما فيهمش 500 مسيحيين وعايشين كلهم في ود وترحم وسلام، ما حصلتش اي مشكله من هذا القبيل. لكن احنا لازم نبص للامر بمنظور معين. انا حضرتك مش قادر اتخيل ان هناك واقعه زنا والكل تغفل عنها والنيابه العامه نزلتها واقعه زنا. واقعه زنا ما بين مسلم ومسيحي. واحنا قلنا حاجه، ما احنا المحكمه النيابه احالتها للمحاكمه وابن السيده سعاد المتهم باقامه علاقه غير شرعيه مع سيده متزوجه هيحاكم. لكن تعريه السيده سعاد هتك عرضها فين؟ الواقعة الأولى ثبتت، الواقعة يعني الثانية لم تثبت. خدعتنا؟ خدعت رئيس الجمهورية؟ هذا الأمر خدعت الأجهزة الأمنية السيادية؟
هذا الامر تسال فيه السيده سعاد، خدعتنا هذا الامر تسال فيه. هذه السيده لم تتقدم بشكوى الا بعد 6 ايام من الواقعه، 6 ايام كوامل. طيب دكتور ايهاب رمزي، عندك تعليق على كلام الاستاذ اسماعيل، خاصه انه بيستشهد باقوال السيده وزوجها في التحقيقات، يعني اتفضل. الحقيقه استاذ وائل، السيده لم تفعل الا انها تقدمت بشكوى في يوم 25 وكانت الواقعه يوم 20، وتقدمت بشكوى متاخره لانهم ما كانوش عندهم الرغبه في افتضاح هذا الامر، وبيعتبروا ان هذا الامر عار كبير، وكانوا ما بين في حيره ما بين ان يتقدموا بشكوى فعلا ويحملوا هذا العار، ولا هم يتسطروا على هذا الامر رغم فدحته، ولكن كان هم في حيره فعلا. ولكن اخذت القرار بالفعل يوم 25 وتوجهت لقسم الشرطه وابلغت يوم 25. وزي ما بقول لحضرتك، التاخير في الابلاغ كان له مغزى كبير جدا، وكان في واحده ثانيه هوتك عرضها ايضا وما قدرتش انها تبلغ فعلا لانها خافت على نفسها من الفضيحه، لانها الفضيحه كانت اكبر. هي عموما يعني معظم العائلات المصريه بتخاف تبلغ في قضايا التحرش الجنسي والاعتداء تخاف يتحط اسمها في قضايا من هذا النوع يعني. ومع ذلك استاذ وائل، ابنها الذي يدعى عطيه دانيال تقدم بتلغراف لرئيس نيابه ابو قاسي يوم 22 وقال فيه ان والدتي تم هتك ارضها وجردت من ملابسها. هذا التلغراف موجود في التحقيق يوم 22 على طول. ومع ذلك هذا لا ينفي او لا يكذب الواقع. احنا يعني انا لما اتاخر في الابلاغ علشان القرار مش قادر اخده والقرار صعب عليا، ده مش معناه الواقعه ممكن مكذوبه. الامر الثاني انه مساله انها يعني هي قالت انها جوجوها في الشارع. اولا النيابه سالتها سؤال صريح، انت ما جوجوكي وما فيكيش اصابه؟ فردت قالت ان هم لما جروني في الاول طلعوني بره البيت كنت بملابسي، وبعد كده قطعوا لي ومزقوا لي ملابسي في الشارع. وده كان حديثها انه لما جوجوها، نيابه سالتها السؤال ده وكانت اجابه هذه السيده. لكن احنا نقدر النهارده نكذب هذه الواقعه؟ الرئيس قبل ما يطلع ويتكلم ويعتذر عنده كذا جهاز امني ورقابي، مش الست سيده هي اللي قالت كلمتها فالرئيس صدقها، لا، ده قبل ما الرئيس بيتحدث ويعتذر في اجهزه رقابيه ومخابراتيه وامنيه قالت كلمتها، مش الست اللي قالت كلمتها للرئيس. هو الرئيس بيطلع كده بناء على شكوى اتقدمت من حد ويتفاعل ويتعاطف ويعتذر لمجرد شكوى قدمت من حد، ولا الشكوى دي بتتفحص بمعرفة اكتر من جهاز امني ورقابي؟ الشكوى اتفحصت بمعرفة كذا فريق امن؟ طبعا. وبعدين يعني كان المجتمع ايضا غاضبا. يعني حضرتك يا استاذ وائل، مش الست اللي خدعت والست ما تقدرش تتكلم على نفسها ولو دم ملايين الدنيا تقول وهي في سن السبعين تقدر تقول ان انا حصل معايا كذا وكذا وكذا؟ ده سهل على الواحده انها تقول عليه. دي طلعت وقالت في الاعلام في الميديا وقالت انا كان يقتلوني وما يعرونيش، واحنا في الصعيد وفي قريه ومجتمع مغلق، والامور دي مش سهله على اي حد انه يتحدث عن نفسه بهذا الامر. وعاوز اقول لحضرتك طيب مساله ان هم عايشين وكانوا عايشين في وئام طول عمرهم وما كانش فيه مشكله، لكن بمجرد اشاعه اشتعلت الفتنه ولم يكن الامر قاصر على الاشاعه بل حدثت تجاوزات. طيب انا مش عايز اعيد انتاجي، يعني انت وضحت وانا بشكرك دكتور ايهاب رمزي وبشكر الاستاذ اسماعيل، لكن نظل يا جماعه نتساءل يعني لماذا غضب المجتمع اذا؟ لماذا قدم رئيس الدوله اعتذار؟ واقعه شهيره جدا، السيده التي تعرت وصفناها كلنا انه مصر هي التي تعرت، انه كل مصري يشعر بالخزي والعار بسبب هذه القضيه.
مسلم ومسيحي. يعني كل ده في النهاية لما النيابة بتحفظ القضية، نعم النيابة بتتعامل مع أوراق، لكن إيه الملابسات اللي أدت إلى هذه النهاية اللي أعتقد إنها كمان لو إحنا بنتكلم عن كيف يمكن أن نتفادى حوادث الفتنة الطائفية، الشفافية والمصارحة هي الحل، وكمان إن أنا أقول للناس إيه الملابسات اللي حصلت. معقولة يعني رئيس الجمهورية لن يقدم اعتذارا إلا، وكمان كان المجتمع نفسه قبلها قدم اعتذارا، والواقعة كان الجميع بيشعر بالخزي والعار منها. كل ده اتضح انه على فشوش، على مفيش.